جميل. والآن التسجيل رجع مرة أخرى. أحدكم في عنده مشكلة في الصوت؟ ممكن نضغط كده ونحاول مرة تانية لعل المشكلة تتحل عنده إن شاء الله. طيب، هذا ما يخص جزئية المنهج بتاعنا وطبيعة المنهج والدخول والخروج وما إلى ذلك. واضح إن في 5 لم يتمكنوا من الدخول مرة ثانية. أرجو إن تكون مشكلة تقنية مش أكتر، مش إن أنت خرجت وبعدين الغرفة انتهت فانتهت المحاضرة، لا. تمام؟ المنهج زي ما أنا قلت مرة ثانية إنه كتاب يحتوي على 3 مستويات. الوحدة من 1 إلى 4 فقط هو ده ما يخص الربع بتاعنا، ماشي؟ برضو أحمد مش سامعني، يبدو أنه في مشكلة عند أحمد في الصوت. لا، ما هو أنا أكيد مش هسمعك، المهم أنت تسمعني، أنا قافل المايك على الناس. ماشي يا ابو حميد، نفس الكلام لعمر. مش مهم ان انت تتكلم، المهم انك تكون سمعت. خلاص كده شباب. طيب، اسمعك يا استاذ، بس انه هو طلعني ورجعت دخلت، ما ادري المشكله من عندي ولا من عندك. بيحصل انتوا عارفين طبعا البرامج دي او نوع هذا البرنامج اصبح لضغط عالمي. برنامج موجود بالمناسبه من 2011 سواء على الاب ستور او على جوجل بلاي، متواجد بالفعل، ولكن في الفتره الاخيره واصبح ناس كتير جدا على مستوى العالم، مش بس المملكة ولا على مستوى معهد البسام، تستخدم هذا خلاص الله البرنامج. يعطيك العافية، أهم شيء اسمي طالع عندك إني رجعت دخلت. أكيد أكيد، لا تقلق، كله متسجل فيديو بقول لك، يعني فاهمني؟ الله يعطيك العافية، شكرا لك أستاذ. وإياك وحبيبي. تمام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طالع اسمي معك؟ تمام، الأسماء كلها بتظهر يا جماعة أول بأول، ما تقلقوش. لانه بمنتهى البساطه الغرفه تم تسجيلها فيديو مش بس صوره، صوت وصوره. والله يبارك فيك. تمام. الضغط على البرنامج هو اللي عامل هذا الامر، لا اكثر ولا اقل يعني. طيب، اليه الشغل بتاعنا هتكون كالاتي، واحده واحده بقى ونصحصح، لانه مش باقي غير 7 دقائق فقط، اللي هو انتوا هتخرجوا من عندي وتدخلوا عند المدرب الاخر، وانا هخرج من عند حضراتكم وهيدخل المجموعه اللي بعدكم ان شاء الله. الاليه كالتالي: انا هعرض الكتاب قدامكم وهبدا اشرح، مش كلمه كلمه بقى، لا، حرف حرف من البدايه. انا مش هشرح من الصفر يا شباب، انا واضح وبتكلم وعارف اللي انا بقول كويس جدا. انا هشرح من تحت الصفر، ولكن وتحت كلمة ولكن حط مليون خط. أنا لن أتحدث اللغة العربية بمجرد بداية الشرح. تقولي الله، طب وأنا هفهم إزاي أصلا؟ أنت لسه بتحكي من شوية بتقول إنه في ناس أنا عارف إن هي ما عندهاش خلفية وهتشرح من تحت الصفر، يبقى إزاي في نفس الوقت بتناقض نفسك يا مستر وتقول هشرح بالإنجليزي؟ إحنا مش هنفهم حاجة أصلا. المطلوب في البداية مش إن حضرتك تفهم، المطلوب في البداية إن حضرتك تسمع فقط. اسمع ثم اسمع ثم اسمع. مش فاهم؟ طبيعي، وارد جدا، ما عنديش أي مشكلة فيه، لأنه السماع مقدم على الفهم. بمعنى إن أنت لو سمعتني صح وقلت اللي أنا سمعته باللفظ بالنص، فأنت قادر أن تصل إلى بداية الدرجة الأولى في سلم تعلم اللغة. لأن تعلم أي شيء في الدنيا هو محاكاة. يعني إيه محاكاة؟ يعني تقليد. يعني على سبيل المثال، وخليني أعمل حاجة عملي خفيف كده، لا تتجاوز الدقيقة، وخليني أختار أحمد الحميد. انا فتحت لك المايك يا احمد، تقدر تتكلم لو سمعني. في صوت يا استاذ؟ انا سامعك، واضح الصوت بالنسبه لك؟
بس انت قرب شويه من المايك. ايه تفضل استاذ. الله يفتح عليك. تفضل لك الله. انا دلوقتي يا جماعه هنطبق على كيف حاضر هقول لك حاضر تستعجلش. اوكي انا دلوقتي هطبق على احمد. ليه هطبق على احمد؟ الضحيه الاولى قصدي النموذج الاول بالنسبه لحضراتكم. معلش هنضحي بيك يا احمد من اجل الاخرين. ما عليه خذ راحتك استاذ. تسلم حبيبي. وهقول بمنتهى البساطه واحمد هيقول زي بالظبط. ما لكش دعوه بالشاشه خالص. ركز في اللي هتسمعه مني دلوقتي. اوكي هقول what is your name. اتفضل يا ابو حميد عيد اللي انا what is your name. رائع يا احمد. طيب انا هزود السرعه شويه يا احمد. حاول تزيد معي. what's your name. What's your name? الله يفتح عليك. طيب دلوقتي انا هقفل العداد بلغتكم يا احمد ها بس مش على الهاي واي ها هنا هنا معنا هنا ايوه وهقول what is your name. What is your name. الله يفتح عليك ما شاء الله. ايه اللي حصل يا شباب؟ شكرا يا ابو حميد. اقفل بقى المايك. اوكي ايه اللي حصل يا شباب؟ اللي حصل بمنتهى البساطه انه احمد عمل نموذج عملي ما شاء الله عليه للي أنا عايزه. سمع اللي أنا قلته وقاله بالنص. لما سمعها على البطيء قالها على البطيء. لما سمعها على التاني ولا التالت بلغة قيادة السيارات زود السرعة على الرجل. لما أنا قفلت العداد هو قفل معايا العداد. واضح الكلام؟ وهذا هو المطلوب. الموضوع كله يتلخص في نقطة. الموضوع كله يتلخص في المحاكاة أو التقليد لبداية التعلم الصحيحة. واضح الكلام بالنسبة لك؟ ماشي يا شباب. فأنا هسمع صح، هتكلم صح، اللي قدامي عارف إن أنا بتكلم إنجليزي، واللغة الإنجليزية فيها لهجتين أساسيتين. خلاص بقى دقيقتين وهننهي المحاضره. الناس اللي مستعجله الاولى ما شاء الله العدد اكتمل كما كان. الاولى وهي American English واللي هي منهج الكتاب بتاعنا. تمام. الثانيه وهي British English وده اللي حضراتكم درستوها في المدرسه. فانا ما يهمنيش هي British ولا American بقدر ما يهمني حاجة واحدة بس. انت قادر تقول اللي سمعته زي ما احمد سمع وقال كده. هي دي النقطة الاولانية وده اللي انا عايزها منكم في البداية. طب يا مستر انت ازاي اصلا هتقدر تسمعنا كلنا واحنا ما شاء الله 32 واحد احنا ممكن نوصل ل50. مش اي مشكلة خالص. مادام انتوا ما شاء الله عليكم ملتزمين وده شيء يحسب لحقكم او في حقكم وده شيء ممدوح في حقكم ايضا فانتم قادرين اللي تساعدوني على هذا الأمر. فالأمر منكم وبكم. مش منكم وإليكم. لا لا منكم وبكم. أنتوا تقدروا تديروا هذا الأمر بشكل جيد. أرجو أن أنا أكون النهاردة حطيت خطوط عريضة فقط لا أكثر ولا أقل. خطوط عريضة تقدروا من خلالها تستوعبوا طريقة الأداء بتاعتنا والآلية أو الكيفية اللي هنمشي عليها فيما بعد. يا ابو حميد ما يهمكش حبيبي اصلا المحاضره بتخلص بتحتضر فنشوف الموضوع ده فيما بعد. خلاص اهم حاجه تكون انت سامعني زي ما انا قلت. طيب في النهايه اللي عنده سؤال يتفضل في اقل من دقيقه. حد عنده استفسار مش واضح من خلال اللي انا قلته؟ ها الامور تمام جميل. هذا طبعا. هذا شيء ما شاء الله عليكم. خلاص انا الان سأنهي المحاضره. حضراتكم هتخرجوا تتفضلوا تروحوا للمدرب الاخر اللي هيكون عندكم فيما بعد. تمام. حاضر يا عبد الرحمن هشرح مره اخرى الاختبارات ولما زي ما قلت لما هرجع ترجع للتسجيل اللي هرفعه بالتنسيق مع احمد. ماشي يا بدر ما عنديش مشكله هننسق كل شيء. اتكلم معك في الواتساب ان شاء الله. ما فيش مشكله حبيبي تحت امرك بس كلموني بالليل لان انا هقفل معاكم حالا وهيبقى عندي محاضره. محدش يدخل يا شباب مره تانية الغرفه هنا عندي لانه هيبقى في محاضره غيركم. خلاص انا بس بسجل
اسمي بس ادي لك اسمي عشان تعرف. ما يهمكش حبيبي ولا يهمك، انتوا كلكم ظاهرين زي ما قلت لكم، سواء من هنا اهو واضح اهو في الشات ان في واحد بس هو اللي خرج، وهنا كلكم الاسماء موجوده، امور تمام جدا جدا جدا، مش اي مشاكل خالص. طيب ما عليك بس كلهم ان شاء الله كلكم ما شاء الله ملتزمين، وده شيء مبشر. وبيقولوا في اللغه الانجليزيه all is well that end is well، او مش عارف اترجمها او بالعربي، بس اوكي اللي هو اذا حسن البدء حسن الختام. خلاص استاذ محمد تفضل حبيبي. انا تونا داخل اصلا ولا ولا يهمك ولا ما عرفت ادخل يعني. ولا يهمك ولا يهمك، انا ان شاء الله هعتبرها اهلا بك يا ابو حميد. ساغلق الغرفه الان، هيتم التسجيل الحلقه لما انتهي تماما. هتواصل مع احمد الحميد، يا ريت تكتب لي على الخاص دلوقتي ان ده اسمه في في الواتساب، وانا هرفع له الحلقه ويعمل لنا المجموعه ونشوف القصه. خلاص شباب، اوكي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.